تحريك الأصبع إن فرت الله دغدغاجي في التشهد لغو دغدغاجي لم يرد إلا في رواية واحد حديث ودان هدي علماء دي ادخ غش هل روايه بس لغا هل هل روايه بس با لغا هل روايه داسنا وحاويا روايه زائدة بن قدامة عن عاصم ابن كليب هذا نوتاغن عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر حديث كا وائل ابن حجر بس با لغا هل تحريك الاصبع وائل ابن حجرنا وحاكا قاد حديث كا عاصم ابن كليب وحاكا قاد نكلا يرادا كليب بن شهاب كليبنا وحا حديث كقاضي عاصم حديثكم مركو عاصم سو غاري اختلفت الرواة على عاصم لكن وهلك حديث او تحريك الاصبع كسو ارورا وحان دهنا وحديث وائل بن حجر حديث لو كسو ارورا مجري حديث كوائل وحا كقاضي كليب بن شهاب كليبنا وحا كقاضي عاصم عاصم مركل لغاري ايا مركا روادي عاصم وحكورين يسئس خلافين مثلا عاصم ابن كليب وحا حديثك كقادة تقريبا سقال يتبن راوي باك قادة سقال يتبن راوي ياك قادة سداد يتبن حديثك وحي كوريين دون ذكر تحريك متغني السبابة فرت إن أنا لا دق عاجم بس سديد طبعا عن عاصم أجوريسي سديد طبعا كوحا خلاف زائدة ابن قدامة كليجس وأصقو حوك الشاعي لفظة يحركها نبي فرت وتاعي أو تاعي يحركها مركا ومركا لصق ولا سيء أصيب جود لصق أبتوى جميع الأحاديث أما حديثك كسو أروره فرت إلى دغدغة جوردان وحاوية وحديثك وائل بن حجر فيروي عنه كليب ثم عنه عاصم كذب اختلفت الرواة على عاصم عاصم انت وحكوري سهدين لجمعيي وحين نغضين سغالي يتوبان راوي بين نغضين سديد يتوبان راوي عاصم حديثك وحي يقوري سيد بدون ذكر تحريك السبابة زائدة بن قدامة أي خلافي وعن عاصم سنكوري عن أبيه عن وائل وحاول نقدر حديثك اللفظة ده يحركها ورطة سيقود مركل راس انت سوا انت أم بالصيفة فهنا مركل تفصيل إيه اللي قليا لكن جملة أهان واسدة مركل الله أروري أرنت كوسا عشان تحريك الأصبع وإنت وان الله دافسين كريم حدي مركل أن سيقود قلنو رواية الزائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب كورين إيسا أغمتنا أغورين أيو رواية دائي كجرت يحركها وحاسوس على أحمد يا أبي داود يا ابن حبان يا دارمي وغيرهم كتابة بضان باسوس على حدي مركل لفيري من حيث صناعة الحديث وحماسا كسوا بحيث زائدة ابن قدامة تفرد بتحريك الأسبوعي شو ساسما؟ سديد يطبن هذا الشيء بدون ذكر التحريك أي عاصم كالشيغان زائدنا أو كالشيغان إنه نبقى دقنقا جيني وحماشا كالصباح يمرك إنه لا تفردي حق فربضان أي وريين بدون ذكر التحريك سبابة وليبا حق قاسر حق فربضان وإلى تضبية طبن سديد طبن قارية معظم كودنا وآئمة حفاظوا زائدنا لو مهل من الله هاي وح متابعة أو كم متابعية على تحريك السبابة رجع مثلا با لوري زائدة ابن قدامة وسديد يطبنك أو خلافي وحاكمي ذا شعبة كمي ذا وأنا رجع لقب كجاري أمير المؤمنين رجع جاري ورجع يربى بجاري لقب كأمير المؤمنين شعبة كمي ذا شعبة حديثك وحكوري عن عاصم سيد زائدة عاصم وحكوري عن أبيه عن وائل ابن حجر ولم يذكر تحريك الصبابة رواية شعبة وحصو صار أحمد إمام البخاري وحكوصو صار في كتاب رفع اليدين إمام طبراني في الكبير وغيره من أهل علم ويسو صار وحاكم إذا رجع أو زائد خلاف سفيان بن عيين وأسن جبل كلاء وعن رواية سو صار إمام الشافعي في مسنده حميد وحكوصو صار في مسنده وحاكم إذا عبد الله بن إدريس الأودي أنور مرسو مرني سنة عاصم بوكوريا من الشيغن تحريك الأسبوع رواية سنة وحصو صاري نكال لرامتغن ابن أبي شيبة في المصنف إمام الترمذي في السنن يقصو ساري نسائبنا في المجتبع يقصو ساري رقى خلافي وحا كميدا زائد أو خلافي أبو الأحوص ونقراني نصامة سلام بن سليم الحنفي سنسيدو كلا
رجا وريو كميديا إن النبي قفرت وصلنا على قاجن رواية أبو الأحوص نوح صوصر إمام الطيالسي في مسند دار قدن نوح صوصر في سننه حكمد بشر بن المفضل وجبل كلا أسقون رواية سنوح صوصر أبو داود النسائي في المجتبى ابن ماجن نوح صوصر في سننه حنكو صامر نسيدة بغولي طبعا رقم كذا كل الله وتواركيز إن شاء الله يسقون مشيئا تحريك الأسبوع مشيئا وحونا كقضي حديثك عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر وحكى له كبده عبد الواحد بن زياد وروايه احمد او صوصاري امام البيهقي في الكبرى او كصوصاري وحكى مده زهير بن معاويه وروايته عند احمد والطبراني في الكبير وحكى مده سفيان الثوري او اه قواد نينكا اوغو خوغا بدن على الاطلاق زائد رغ خلافه كجريا اويدي سوخا صوصاري عبد الرزاق ومن طريقه احمد بن كصوصاري في مسنده رغ كاله oo ayaguna sidaas oo kale zaa'id khilaafay oo tahriiku usbuuci ama sababa aan sheegin waxa kamid oo caasim ka wariyay abu awana al-wadah ibn abdullah al-yashkuri qais ibn rabi' an basat ibn sa'id ghaylan ibn jami' musa ibn abi kathir ja'far al-ahmar salih ibn umar al-wasidi musa ibn abi aisha khalid ibn abdullah al-wasidi muhammad ibn fudayl wa laftis ibn khuzaimah ay soo saaran marka ragaasi taqriiban waa 18 raawi oo dhamaantood caasim xadiiska ka qaaday oo lam yidkuru tahriika sababa halka marka waxa ka muuqanaya shuruudu shududi tawaffarat fi riwayati zaidat ibn qudama idka cilin karta ay majirto wa riwaya shada marka maxay la laba shayba meesha way ku jirtaa shad maxaan ku soo marnaa mustaliha mukhalafatu thiqati liman huwa awthaq minhu ama liman huwa aktharu adadan qofku hadduu khilaaf qof ka fiqaysan riwaayada shaad bay noqonaysa hadduu khilaaf rak ka fara badan riwaayada shaad bay noqonaysa labadaba shuruud ba xadiidka way ku jirtaa zaa'id riwaayada zaa'id ma hayalay raga aw khilaafay way ka tira badan yihiin waa 18 mid kale raga aw khilaafay min haythu alquwwa way ka xoog badan yihiin waxa raga aw khilaafay waxa ka mid ah shucba iyo thawri iyo ibn uyna kamida saddexda mid kamida hadduu zaa'id khilaafi laha riwaayad zaa'idan shaad bay noqol heeb riwaayada kala raajib bay noqol nin kamid oo khilaaf leh hadduu thawri khilaaf ama ibn uyna oo khilaaf leh ama shucba oo khilaaf leh hal nin oo kamid ah ayaa ka awood badnaa laha maxaad u maleeyneysaa marka saddexdo isla jirta hadduu wada khilaafi marka saddexdo isla jirta hadduu khilaafi waa kasi daranta waxa intaas kasi daran hadana أفر إيه طبان أما شن إيه طبان كلو راوي أو معظم كودو زائداء إيكو أووديين حق حفظيق إيه قوضة بل رقا قار إيه كسي سريان أيو هدنا خلاف رواية داس شاد باك مغضة خالف زائدة ابن قدامة من هو أكثر عددا منه إيه وأوثق منه لبض بو خلاف مركا رواية شاد وي رواية داس سيدة ردد ابن خزيمة في صحيح عكويري ليس في شيء من الأخبار يحركها حديث أو قصة أو رمجري إلا في هذا الخبر أو رواية زائدة عن عاصم بن كليب مركا وحو عدينا يا إنو زائدة لتفردي وفيه تلميح إلى شذوذ رواية زائدة بن قدامة مركا لبدا وحيده جرين متغنى تفصيل لروايات اللفظ ذي صوءها وأتقدنا إن شاء الله تعالى وقد يحوي التفاصيل وحوري جرين مالك من يستحضر الجملة hada si kor u ogaatid riwaayadka ku soo aruray xarriikuha iyo saxaabiga laga wariyay inuu waail yahay wa inna kulib ka wariyo kulibna wiilkiisa caasim ka wariyay caasim ruwaada isku khilaaftay ee 18 ay wariyeen bedooni tahriiki sababa zaaidana oo wariyay matalana farta uu dhaqdhaqaajin jiray kadib marka xadiis kasta iyo alfaadiisi meesha lagu wariyay marka tafasiisha marka wad fahmaysaa wa helaysaa insha Allah ta'ala هل كاسوا من حيث الرواية من حيث صناعة الحديث حديث كان زائد وحو خلافي رقا روادة كانت ربدا كان حوق بدا أما من حيث دراية إيو علماء الفقهاء هذا سيء قادة الفقهاء الأربعة سيء فهمين أيغون حديث كان يحركها يا قاطي مذاهب الفقهاء جمهور أهل العلم لما أنت ضحكو تقل إلى عدم تحريك السبابة في التشهد وإليه ذهبت الحنفية والحنابلة والحنابلة والشافعية على الصحيح المعتمد
مالكية دا أي خلاف كجرة فالصحيح عندهم تحريك صبابة عند المالكية لكن لفتو دا خلاف باك جرة إمام النووي الشافعي وحو إله هذا الصحيح الذي قضع به الجمهور أنه لا يحركها فلو حركها كان مكروها لكن ولا تبطل صلاته لأنه عمل قليل مركا تحريك الصبابة انت أي إيكو كوب نيسا مركا حدي لي هذا حق مذاهبتنا جمهور أهل العلم وحقدا عدم تحريك الصبابة حدي لي من حيث صناعة الحديث والرواية رواية له سيحركها والرواية الشاد أهوال مركا فلله الحمد أنك سيدا سامرك ردينت نسو قرت وحلا دقاجي مقرنين أنا مركا وري لما قرنين مركا إلهي خير سي علماء الدين تسات نغسو خلاص جزاهم الله خيرا إمام البيهقي رحمه الله تعالى أسقو جمعي اللفظ يحركها إيه أحاديث تكالي الحديث كلا وحصوار نفسي دي سنبي قول لي السحاب اللي قولي لي لا يحركها حوكو جمعي ولي هاي رواية زائدة وده سيحركها وحال لغو حمباريا تحريك ولجيدو الإشارة بها لا تكرير تحريكها فرط مركي اللي تاقي حركة دعي صوما مركا نينكا دها يحركها وحول الجيدة النبي إشارة وكو إشارة لكن واج جوكتين يوضاق دقاقيد وجوكتين يميا ساس مركا دي اللي رادو حق معنها الشدود ككجر الحديث كمركا ورونانا يا وعلى كل أقوال العلماء هديتها حفاظ يا محدثين هديتها هديتها رقا متغني معاني ذا الله دبقالو علماء دي هجرن التسليم التسليم للفقهاء سلامة في الدين سلا سيقبا جمهور أهل العلم فرط مرق دقاجينيا حديث لفري حق صناعة حديث كرواية ذا فرط إلى دقاجي وحكوص أروري رواية زائدة وهي رواية شهادة سيدة منقطع ونا إشارين كالإرادة إمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.